صباح الخير، ارحب بكم من جديد على قناة الفلاح الصغير. معكم اخوكم احمد صوفا من مقر العمل من مشاتل الفلاح الصغير، او احد مشاتل الفلاح الصغير بجهة قنيطرة رباط سلا، المختص في انتاج الاشجار المثمرة. كما نقول دائما مجموعة ديال الشباب في اطار التعاون نشتغل من اجل انتاج شتلات الأشجار المثمرة تقريبا برمتها البيتايا أو الدراغون فروت أو فخويت دراغون أو فاكهة التنين، تكلمنا عليها في حلقات سابقة وتكلموا عليها ناس قبل منا. هي في المغرب زراعة جديدة، تجارب جنينية فيها بعض الإشكاليات وبعض المشاكل، أهمها هي مسألة التلقيح أو التذكار أو لابولينيزاسيون أو بولينيشن، بحيث أن أغلب الأصناف اللي موجودة في المغرب تحتاج إلى تلقيح يدوي. إحنا حاولنا وبحثنا بواحد التشكيل كبير في مدة ديال سنتين، إحنا تنقلبوا على شتلات اللي أوتوبولينيزي، فيها لوتوبولينيزاسيون أو التلقيح الذاتي، والحمد لله لقيناها. الآن إحنا تنكثروا منها، ماشي معروضاش للسوق، ولكن من أجل التكثير، لان بنينا على تجربه ديال احد الاصدقاء في القصر الكبير، قام بزراعه مشتل او جرين هاوس، يعني لاسير بيت مغطى، استثمر في الدراغون بالخوي او الخوي دراغون، ونجحت العمليه. خدينا من عنده العقل بحال هذا الشكل، هذه العقل من خلالها تنكثروا الفاكهه، ومن بعد تتبدا تخرج لينا لي بوس جداد بحال مثلا هادي. قربين هاد البوس هذا غادي يولي عقلة قد هادي، بالتالي غادي نحولوه، ومن بعد غادي يعطينا الشكلة أو فلاك أو بلاكة ديال تحويل دراغو. هذا مثال آخر، لاحظوا جوج ديال لي بوس هادو، من خلالهم غنكترو نحصلوا على واحد العدد اللي معقول، باش عاد نعرضوا الإخوة والأخوات يساهموا معاهم في المشاريع الزراعية ديالهم، بالنسبة للناس اللي تيرغبوا يستثمروا في هذه الفاكهة اللي هي فاكهة ثمينة، من بين الفواكه اللي ثمينة جدا وقليلة في السوق. دونك إيطاب بار إيطاب أو ستيب باي ستيب، نقطة نقطة، حتى نوصلوا للعدد المطلوب. كما قلت لكم راه كاين مشكل ديال لابولينيزاسيون، اغلبيه ديال الاصناف اللي موجوده ما فيهاش تلقيح ذاتي، خاص نلقحوها مانيال في واحد الوقت في العشيه في المساء، باش عاد نستطيعوا اننا نوصلوا للانتاج. اما في هذه الحاله حنا غادي ناخذوا، خدينا من عند الصديق اللي تجربه ناجحه ملموسه شفناها وجربناها، فيها الاصناف الصفراء والروزي والاحمر. هادو معلومات او معطيات قسمنا معكم بخصوص هاد الفاكهه. نحييكم من مشاتل الفلاح الصغير بالقنيطره، جامعه السلامه، والى اللقاء.